اللي بيحصلنا. فالمهم بيقول الهدف الأول، وده قربت أمريكا تنتهي منه، السيطرة على 7 دول منتجة للبترول في المنطقة طبعا. وغالبا هي على وشك خلاص، فعلا هي على وشك. اللي هي ليبيا. اللي قاعد في ليبيا دلوقتي امريكان وانجليز، انجلو ساكسون وفرنسويين. ما اعرفش هيلحقوا ياخدوا حته ولا لا. ما هو كله بيجري يا عيني دلوقتي، بيحاول يبوس الايادي ياخد طبعا. اي كوبايه جاز يعني. دلوقتي عندك الخليج طبعا، الكويت من زمان، من ايام التحرير، العراق تماما، السعودية من زمان ابتدوا يلعبوا في يعني اليمن طبعا فقيرة، بس اليمن فقيرة. البحرين شوية بيلعبوا فيها، البحرين برضو. شوية فيها قطر فيها أكبر قاعدة دلوقتي الأمريكية. المهم حيلملموا الجاز ده، هيبقى من هنا البؤرة اللي ستشن بيها الأمريكا الحرب الجامدة قوي بقى، اللي هي إيه؟ قال لك الصبح هتصحوا تلاقوا اسرائيل وجهت ضربه للعرب عنيفه جدا، بيقول كده بالحرف، سيتم فيها قتل اكبر عدد ممكن من العرب بشكل عام. لازم نفكر واخده نص الشرق الاوسط. لازم نفكر الناس ان كيسنجر يهودي. يهودي كويس. بعد ما اسرائيل تقوم الصبح، روسيا والصين يلاقوها عماله واكله في العرب مولعاها نار، لغايه ما يتحركوا هتكون امريكا بتوجه ليهم الضربه الجامده قوي قوي، وتبقى في حكومه واحده عالميه في العالم. طبعا كيسنجر وهو بيقول الكلام ده ما بيفرقش ما بين امريكا واحنا يعني. فتحس ايه لما تقري كلامه ان امريكا ملبوسه باليهود. طبعا ملبوسه يعني مسيطرين، مسيطرة عليها من داخلها. زي الـ الـ الكائنات الفضائية اللي بتيجي تلبس بني آدم اللي بيعملوها. أيوة. في الأفلام الخرافية. أيوة أيوة. فالحكومة العالمية هي حكومة يهودية. هذا هو قصد الأستاذ الخواجة كيسنجر. طبعا. لأن دلوقتي بدأت تنزل الخريطة بتاعت من النيل للفرات، يمكن أنت شفتيها على الفيسبوك، من النيل للفرات اللي هي مذكورة في التوراة ومكتوبة في الكنيسة الإسرائيلي. يعني بدل ما كنا بنقول يا جماعه خدوا بالكم اليهود هيجوا، نصحى الصبح اليوم بيبلبطوا في قناه السويس، لا ده احنا هنصحى الصبح اليوم بيبلبطوا في امبابه. لا بس هو بيتكلم على اساس ان ده هيحصل قريب. على هو يعني بيعتبر ان سوريا هي احد الادوات، ان لو سقطت سوريا لا بيقول في النص، صحيح فكرتيني، بيقول في النص طبعا ان ضرب ايران، ضرب ايران ده هدف استراتيجي لنا لاسرائيل. يعني ايران تضرب الاول، اسرائيل تخش تدمر نص الشرق الاوسط. الدب الروسي والتنين الصيني هيقولوا يهبوا للمساعده، يهبوا فيضربهم.